تحية لكم أيها المشاهدين الكرام. نحن دائما في الجانب الآسيوي لإسطنبول، وبالقرب من تلة العرائس، هذه المعلمة الكبيرة، أحد المساجد، وهو أيضا يقع فيه تلة هنا تطل على وديق البوسفور وعلى الجانب الأوروبي. إنها فعلا معلمة مهمة جدا في تركيا. نحن يهمنا بالنسبة لهذا التصوير الجانب المعماري الذي تبنى به المساجد في تركيا، فهو ربما من أكبر المساجد هنا. سلام، ما شاء الله، وجميل فعلا في جوار هذا المسجد، والرياح هنا بنسيم عليه في هذا الجانب الآسيوي المطل على مضيق البصر. معلمة كبيرة جدا في تركيا. يا سلام، روعة المكان والهدوء والسكينة هنا، والأشجار محيطة بالمكان والخضرة في الأرض. الأسماء هنا، أسماء المساجد في بعض الحالات تكون باللغة التركية. هنا فعلا المكان تم تزيينه بالخضرة، ويعني يندهش أمام هذا المعمار التركي. كأنه قصر. مدخل المسجد. المكان، تحية لكم من أحد المساجد الكبرى في تركيا.